مساء الخير جميعاً، وأهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامج آخر النهار على شاشة قناة النهار. ما فيش شك إن حالة الطقس عاملة لنا مشكلة كبيرة. إحنا مش عايزين الأمطار الغزيرة والأمور اللي زي كده، ولا عايزين العفار. إحنا بنحب كده الطقس يبقى معتدل طول السنة. طبعاً ده مش بإيدنا، لأن طبعاً يعني الأحوال الجوية دي سبحان الله بتقدرش انك انت تتحكم فيها. انما ينفع يبقى عندك منظومة لإدارة هذا الملف، يعني عندك هيئة الأرصاد الجوية بتعمل رسائل تحذيرية قبليها، بنتحرك بناء على هذا التنبؤ أو التوقع، وبالتالي ممكن ان احنا نقلل الأضرار أو نتعامل أو ندير الموضوع بشكل أو بآخر، بحيث ان احنا نبقى أقل نعرفش أي شيء عن الطقس ويقابله على ان هو مسألة قدرية بحتة. الاسبوع اللي فات كان فيه امطار غزيرة، يعني انا شفت حتى مكعبات تلج كده نازلة من السماء، وكان فيه ازمة كبيرة حصلت نتيجة غرق شوارع بعض المناطق في التجمع الخامس تحديدا وفي المدن الجديدة، والطريق الدائري توقف لمدة 12 ساعة. وده طبعا خلي بالك ان الطريق الدائري ده حيوي جدا جدا، ولما يتوقف لساعات طويلة والناس يعني تفضل مفيش أي حركة خالص خالص، وناس نامت على الطريق الدائري ده عبارة عن تعطيل للمصالح وجو كده، يعني الحقيقة مش مرغوب خالص. النهاردة يعني الحقيقة الدنيا اتقلبت بسبب العواصف الرملية وما إلى ذلك، ودرجة الحرارة كانت 38 حوالي، تقريبا 38، بدأت ب 35، وبعدين طبعا وقت الظهيرة بتزيد أكتر. وأنا يعني متهيألي هنبدأ بالكلام عن حالة الطقس، ولا يفتى ومالك في المدينة زي ما بيقولوا. معايا على الهواء مباشرة الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية. برحب بيك يا دكتور وشكرا للمشاركة. أهلا بحضرتك أستاذ المشايخ. أهلا بيك. مبدئيا اذا كان ممكن نقول ما هو الطقس المتوقع، احنا دلوقتي الساعه 8 مساء، طوال الليل وبكره ان شاء الله. يعني معلش دكتور احمد، عندنا مشكله كان في الخط في الجانب الفني، ممكن تعيد بالاول لو سمحت؟ الو. طيب دكتور احمد، سامعني كده حضرتك؟ انا سامع حضرتك كده، اتفضل. طيب احنا الساعات الماضية شهدت نشاط للرياح، وصل لحد العاصفة على محافظات الجنوب والوادي الجديد والفراشرة وأسوان والأقصر، وحاليا بدأت تتقدم لتدخل على سلاسل جبال بحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء. في جزء منها خفيف قوي دخل القاهرة. الساعات القادمة إن شاء الله تبدأ فرص سقوط الأمطار، هتبدأ الأمطار دي خفيفة ثم تشتد لمتوسطة، من غدا إن شاء الله تبدأ تكون شديدة، قد تصل لحد السيول على المحافظات المحاطة بالجبال، يعني نقول مثلا اللي هو الأقصر أسوان ووادي إينا، جزء من سوهاج، سلاسل جبال البحر الأحمر، أيضا شمال وجنوب سيناء. كويس. بالنسبة للتوقعات، يعني احنا بكرة وما تبقى من الساعات القليلة على بال ما نستقبل ان شاء الله يوم جديد، هيبقى فيه يعني طقس غير مستقر، وبكرة نفس الحكاية، بل متوقع انه فيه سيول على بعض مناطق الجمهورية. تمام. انما لو نظرنا بقى لقدام، تعالى نقول في خلال الاسبوع الجاي، نبدأ الاربع ان شاء الله تحسن في الاحوال الجوية. يوم الاربعاء تبدا الظواهر، تبقى يوم الاربعاء الصبح في امطار خفيفه قوي على السواحل الشماليه الشرقيه، وثم في الظهيره تنتهي تماما فرص سقوط الامطار. لكن درجات الحراره يعني مش هتنزل قوي، لان يوم الخميس تبدا ترتفع مره اخرى درجات الحراره. طب دكتور عبد العال، احنا دايما بتقلقنا قوي هبوب العواصف، فهل احنا منتظرين في الفترة الجاية ان احنا في احوال جوية معينة هتجيب لنا العاصفة دي، ولا هو مجرد شوية اتربة ورمال وتروح لحالها بعد كده؟ طبعا ما ننساش حضراتكم ان احنا في فصل الخريف، فصل الربيع،
الربيع اللي سماته دايما نشاط للرياح، بيصير ملوى الربا بيصل لحد العاتقه، فطول ما انا في فصل الربيع فانا معرض لمثل هذه الموجات. طبعا يعني هو طبعا ايه الوقت ده من السنة، يعني هذه الأحوال الجوية مش غريبة على التوقيت ده، فصل الربيع. أنا بشكرك جدا على المداخلة وعلى هذه المعلومات الهامة دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ألف شكر. أروح بسرعة للإدارة العامة، هو نفس الملف طبعا، الإدارة العامة للمرور أغلقت عدة طرق بسبب العواصف وغياب الرؤية في بعض الطرق الرئيسية في عدد كبير من المحافظات. تعالوا نتعرف على الموقف دلوقتي من الرائد أحمد نور من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. سيادة الرائد مساء الخير، شكرا على المشاركة. يا أستاذ معتز مساء الخير. مساء النور، شكرا ليك. طيب إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. حضرتك ممكن تحطنا في الصورة فيما يتعلق بأحوال الطرق؟ هو طبعا احنا بنوجه الشكر لهيئه الارصاد الجويه دكتور احمد عبد العال على النشاط الكبير والمتابعه والتحذيرات اللي بيتم تجديدها كل يوم عن الثاني بالنسبه للحاله الجويه والتوقعات بالنسبه للحاله الجويه في اليوم التالي. الحمد لله تمام، احنا كان عندنا تحذير من هيئه الارصاد، تم نشر الخدمات والتنسيق مع جميع ادارات مرور الجمهوريه. ابتدت معنا العاصفة الترابية وانخفاض مستوى الرؤية من فترة الظهيرة المسائية. الحمد لله تم السيطرة على الحركة المرورية وغلق عدة طرق أغلبيتها في جنوب الوادي ومنطقة الوادي الجديد وبعض الطرق في مناطق البحر الأحمر. الحمد لله تم في تحسن نسبي بالنسبة لمحافظة الأقصر. بالنسبة للطريق الصحراوي الشرقي والغربي تم فتح الحركة المرورية، لكن بالنسبه لمحافظه هنا واسوان والوادي الجديد واسيوط ما زال عده طرق بيتم غلقها لتاثير العاصفه الترابيه على مستوى الرؤيه لقائد السيارات، مما لا يجعل في امان للقياده على الطرق دي، فتم اغلاقها حتى الان وبيتم متابعه مع جميع ادارات المرور على مستوى الجمهوريه في التاثيرات بالنسبه للعواصف على الحاجة الجوية حرصا على سلامة المواطنين. ومن خلال برنامجهم الكريم أحب أنوه للمواطنين الالتزام بتعليمات المرور لصالح المواطنين، عدم التسريب من الطرق الفرعية والدخول على الطرق الصحراوية السريعة الآن حرصا على سلامتهم إن شاء الله. لا ده كلام مهم جدا. يا ترى هل لا قدر الله يعني حصلت حوادث؟ لا الحمد لله حتى الآن لم نخطر أو تسجل إحدى إدارات المرور أي حوادث بسبب تأثيرات الحالة الجوية. الحمد لله مع التنسيق مع كافة إدارات المرور في سيطرة كاملة على الطرق، والطرق اللي بيبتدي فيها التأثير على قواعد السيارات بيتم غلقها على الفور، حتى لو التأثير في عدة كيلوات صغيرة أقل مثلا من 2 أو 3 كيلو مدى بيبقى فيه تأثير حرصا على سلامة المواطنين، فبيتم الغلق من أقرب مكانين للانخفاض مستوى الرؤية أو منطقة العاصفة وتأثير الحالة الجوية. طب وطريق مصر اسكندرية الصحراوي، حضرتك عارف فيه يعني ناس كتير بتحب تروح الساحل الشمالي حتى لو ويك إند أو عطلة قصيرة يعني؟ لا هو الحمد لله تم التأثير بتاع العواصف أو الرياح المحملة الأتربة معظم تأثيره في منطقة جنوب الوادي وصعيد مصر ومناطق البحر الأحمر، لكن كان عندنا طريق راس غارب الشيخ فاضل كان مغلق الحمد لله تم فتحه. أيضا بالنسبة للطرق متخمة لمحافظة الأقصر الحمد لله تحسن الحالة ووضوح الرؤية لقائد السيارات، وتم فتح الطريق الشرقي والطريق الغربي الصحراوي لمحافظة الأقصر، لكن طريق راس غارب المتجه للبحر الاحمر اللي هو ما يسمى بطريق الجيش تام ما زالت في رياح محمله باتربه وانخفاض مستوى الرؤيه، فما زال مغلق حتى الان، وعده طرق بمناطق الوادي الجديد طريق شرق وطريق شرق العوينات الداخله طريق غرب الموهوب مؤدي للدخيله. ايضا بالنسبه لجنوب البحر الاحمر طريق مرسى علم ادفو ما زال في تاثير وما زال مغلق حتى الان، مع باقي الطرق في محافظات اسيوط ومحافظات هنا واسوان.
هنتابع مع حضرتك، وبشكرك جدا على كل هذه الإيضاحات الرائد أحمد نور من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. بعد شوية هعرض تقرير عن تامر الفريق المصري للمظلات اللي شارك في المهرجان الدولي للقفز بالمظلات فوق الأهرامات، لكن دلوقتي هعرض على حضراتكم مقطع خاص سجلته كاميرا البرنامج لموقف صعب تعرض له البطل تامر نسيم. دي على فكرة لحظة سقوط البطل تامر نسيم قبل ثواني، يعني يمكن 25 ثانية فقط لا غير، من تحقيقه رقم قياسي في هذا المجال. وطبعا ده هو طاير طبعا بعلم مصر على المظلة بتاعته، بس فجأة حصلت مشكلة أو عطل أو ربما لحالة الجو وسرعة الرياح وسوء الأحوال الجوية، زي ما انتم شايفين كان خلاص قرب يعني ايه ينجز المهمة، ولكن ايه سقط البطل من هذه القفزة قبل 25 ثانية فقط. بس هو الحمد لله حالته كويسة وما حصلش اصابات كبيرة، انما هي مجرد خدوش، وده شيء وارد في هذا النوع من الرياضات، بيبقى طبعا الغلطة فيها او المفاجأة فيها بتبقى طبعا مش سهلة. كان المفروض ان هو يعمل يعني محاولة تاني النهاردة، بس بسبب سوء الاحوال الجوية الموضوع ده اتاخد فيه قرار ان هو يتأجل، واحنا بنتمنى له الحقيقة يعني السلامة والشفاء العاجل. اهو الراجل ماشي كويس الحمد لله، ماشي على رجليه، وفي دعم ليه من كل الفريق المعاون له طبعا اكيد في لحظة زي دي، وربنا معاه ان شاء الله، ويعني يبقى عنده فرصة تانية لتحقيق رقم قياسي. ودي كلها جهود يعني لتنشيط السياحة اللي احنا يعني بنحاول دايما في كل المؤسسات الترويج للسياحة المصرية داخليا وخارجيا وعلى مستوى العالم كله. طبعا يعني عايز اقول ان لحظة سقوط هذا البطل تامر نسيم قبل ثواني معدودة من تحقيقه هذا الإنجاز منعته من تسجيل رقم قياسي عالمي، ما معلش ما فيش مشكلة، كان متبقي له زي ما احنا قلنا 25 ثانية بس ويحقق هذا الرقم. دلوقتي تعالوا نتابع تقرير عن تامر نسيم مع مراسلنا تامر مجدي. احنا مجموعة شباب عملنا فريق سكاي سبورتس للرياضات الجوية للباراموتور والسكاي دايفنج. ابتدينا ان احنا نعمل بطولة العالم للباراموتور، تحدي ابطال العالم، السنة اللي فاتت في شهر 10، وجي حوالي 37 طيار، وكان فيه 70 مشارك من 16 دولة. الايفنت ده ناس كتير قوي كلمتنا ان هي عايزه تيجي تقفز وتطير فوق الاهرامات. هو الواحد زعلان، يعني الناس كلها كانت مستنيه حاجه النهارده ان احنا نعملها، حاولت ان انا اعملها لكن هي الظروف الجو، فالواحد زعلان بس من كده يعني، لكن الحمد لله الواحد طلع كويس. احنا طرنا النهارده دقيقه 35 ثانيه، يعني كان يعني 25 ثانية كنا نقدر نخش جينيس، لكن أكيد ربنا شايلنا حاجة أحسن وإن شاء الله هنحققها في خلال السنة دي بإذن الله. إحنا نظمنا أحسن بطولة السنة اللي فاتت، وعشان كده الاتحاد الدولي كان عنده ثقة كبير جدا في سكاي سبورتس إن إحنا نمضي معاه عقد استضافة بطولة العالم من المستوى الأول، أبطال العالم فوق 30 دولة هيكون موجودين فوق بحيرة قارون في شهر 10 اللي جاي إن شاء الله. الفترة الجاية هتشوفوا كمية الصور اللي هتبقى موجودة بره، يعني كل واحد بينزل على البروفايل بتاعه. دي حاجة سياحة جديدة، نوع جديد من السياحة الرياضية، فلا الناس كانت في حالة مذهلة يعني إن هي طايرة فوق الأهرامات.
طيب في تطور الحقيقه في ازمه سعديه عبد السلام اللي اتقبض عليها في مطار جده وكان مدسوس لها في الشنطه بتاعتها مخدرات. النهارده الحقيقه السلطات السعوديه افرجت عنها، ولو تفتكروا الشرطه وصلت للمتهمين اللي ورطوا سعديه عبد السلام في هذا الموضوع، والتوصل اليهم كان باستخدام تفريغ كاميرات المراقبه. دلوقتي لمزيد من التفاصيل معايا هدى محمد ابنه الحاجه سعديه عبد السلام، وطبعا بقول لك الف مبروك على يعني الافراج عن والدتك يا هدى. وقولي لنا لما تواصلتي معاها ايه التطور، الموضوع حصل ازاي؟ الله يبارك في حضرتك يا فندم، بشكرك جدا. الحمد لله الخبر والله النهارده سعيد علينا جدا. انا مش عارفه يعني اشكر العالم كله اعمل ايه بالظبط، يعني عشان اشكر الدنيا كلها. الف حمد وشكر لله الحمد لله لكل من دعا لامي بظهر الغيب، بشكر العالم من اول لاخره. الحمد لله. هي موجوده فين دلوقتي؟ رجعت ولا لسه؟ هي بتعمل عمره. طيب ما شاء الله. وهو مين اللي بيزغرط جنبك يا هدى؟ زرعت الناس جايه تبارك. كل الناس فرحانه لكم طبعا. ماما كلها البلد كلها والله فرحانه والعالم كله. ماما كانت اساسا عايزه تعمل عمره قبل كل الازمه دي ما تحصل. الحمد لله الحمد لله. وطبعا يعني قدر الله وما شاء فعل زي ما بيقولوا الناس. الحمد لله. كلميني شويه على رد فعل الناس، بتيجي بتبارك لكم؟ كلهم والله كل الناس بتيجي تبارك لنا، ومش قادره اقول لك يعني الشارع كله كان مليان ناس، البلد كلها فرحانه والله النهارده. بقول لك يا هدى، وقت ما حصلت الازمه انت كنت طبعا في حاله نفسيه سيئه جدا، يعني كنت فاكره كنت فاكره ان ممكن تتعاقب ولا لا قدر الله تاخد يعني؟ انا رحمه ربنا واسعه اكبر من كل شيء، كنت عارفه ان رحمه ربنا ان شاء الله السماء مش هتسيبها. الحمد لله الحمد لله، والدنيا كلها وقفت معاها، الف حمد وشكر لله كل من وقف مكان ده. ونعمه بالله، تحياتنا ليكي وللاسره، والف شكر على مداخلتك، وان شاء الله تجيلكم بالف سلامه. دي كانت هدى محمد ابنه سعديه عبد السلام اللي اتورطت كده في مساله تهريب راس ترامادول غصب عنها، ويعني واضح انه نظر الى هذا الملف بعين الرأفة، وافرجت عنها السلطات السعودية النهاردة بعد ما كانت محتجزة لمدة شهر ونص. المعلومات اللي عندي برضو ان هنا في مصر لو تفتكروا الشرطة وصلت للمتهمين عن طريق كاميرات المراقبة. الامن سلعة غالية ومكلفة ومحتاجة كاميرات زي كل حتة في العالم، واولا واخيرا هذه الكاميرات بتقدم دعم كبير لرجال المباحث والمعامل الجنائية في تحديد المتهمين والمجرمين. أروح لأقصر دلوقتي، مستشفى شفاء الأرمان اللي بتعالج مرضى السرطان من 9 محافظات في صعيد مصر، أخذت الحقيقة خطوة جديدة لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات في المرحلة الثالثة، والخطوة هي توقيع بروتوكول بين جمعية الأرمان وبنك مصر بمبلغ 300 مليون جنيه. المعروف ان المستشفى بتقدم خدمة مجانية وبتوفر طبعا عناء السفر لكل اهل الصعيد، وفي معايا تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع مع الاستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأرمان. استاذ محمود الف مبروك على الخطوة دي، يا ترى ممكن تقول لنا تفاصيل اكتر؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ معتز، واهلا بحضرتك. وبشكر حضرتك طبعا على الدعم الدائم لينا سواء في مشروعات الأرمان او في المستشفى وبرنامجك الجميل. شكرا. النهارده الحمد لله رب العالمين وقعنا بروتوكول مع بنك مصر لاستكمال وبناء المرحله الثالثه من مستشفى شفاء الأرمان. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلال سنتين هندعو حضرتك ان شاء الله تيجي تفتتح معانا ان شاء الله. المستشفى مقامه على 25000 متر المرحله الاولى والثانيه. أيوة. تم افتتاحها بالفعل في 27/5/2016 المرحله الاولى، ومن حوالي شهرين بالظبط او 3 شهور بالظبط فتحنا المرحله الثانيه. بنقدم العلاج الكيماوي والاشعاعي والعمليات، كل حاجه الحمد لله رب العالمين متكامله في المستشفى، بنقدمها مجانا 100% لحوالي 9 محافظات من محافظات الصعيد وجنوب الصعيد والبحر الاحمر
والوادي الجديد واسوان والاقصر وقنا، كل المحافظات دي يا استاذ معتز كانت محرومه من الخدمه دي. احنا عاملين مستشفى جميله قوي بتخدم اهلنا هناك، عاملين دار ضيافه لمرضى السرطان. الناس دي كانت تسافر بال 15 ساعه عشان تيجي تقعد هنا قدام معهد الاورام، تستنى بالخمس ايام وست ايام عشان تلاقي دورها. الحمد لله الحمد لله. نفسي تيجوا تشوفوا الصرح العظيم اللي اتعمل ده بتبرعات المصريين. طبعا طبعا. ومن خلال برنامج حضرتك انا بتوجه بالشكر لبنك مصر المؤسسه الوطنيه المحترمه، اللي لما راحوا شافوا المستشفى قالوا لا احنا معاكم في المرحله الثالثه هنبنيها ان شاء الله، مشاركين معاكم بالمبلغ الكبير ده. بشكر برضو البنك الاهلي اتبرع ب 44 مليون للاجهزه للمرحله الثانيه واشتريناها بالفعل، وجم حضروا معانا بالمرصات والمنصات كلها. المصريين بخير والله، المصريين بخير والله، المصريين بخير. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب خلال سنة ونص سنتين بالكتير هتبقى في مدينة طبية في الأقصر لعلاج مرضى السرطان بالمجان إن شاء الله. تمام. كلام يبعث على التفاؤل والأمل وطاقة إيجابية جدا، بشكرك عليها الأستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، اللي بيتكلم على طبعا يعني بروتوكول جديد بمبلغ 300 مليون جنيه من بنك مصر، وده صرح طبي كبير. وعلى فكرة البلاد ما بتتقدمش إلا بجهود مشتركة، يعني الحكومة تعمل دورها ومنظمات المجتمع المدني والعمل الخيري، وده نموذج صريح على هذا التعاون وإحنا بنقدره جدا وبنوجه له تحية كبيرة. دلوقتي هسيبكم مع تقرير عن برضو موضوع في نفس الطريق، وهو مواضيع بتفرحك لأن بتحس إن في ناس بيعنلها مشاكل المجتمع كتير جدا وبيبذلوا الجهد الكبير علشان يساهموا في يعني التصدي لمشكلات المجتمع. دي حملة اسمها عينيك في عينينا، بتلف مصر كلها وبتكشف مجانا على مرضى العيون، بتعمل لهم جراحات فورية. وانتوا عارفين طبعا ان ممكن الجراحات دي تكون مكلفة جدا، حوالي 15 طبيب شاب بأجهزتهم وأدواتهم الطبية الحقيقة متطوعين لخدمة الناس في كل مكان في مصر. هنروح نشوف تفاصيل هذا الموضوع مع عبد الرحمن ياسين، ومنه لأول استراحة إعلانية، بعدها هنكمل برنامج آخر النهار. اوعوا تروحوا في أي حتة. هي المبادرة الأشهر والأهم خلال الشهور الماضية، هي من تهتم بعيون المصريين غير القادرين على العلاج، ورفعت لذلك شعار عينيك في عينينا. تتم بجهود خالصة للمجتمع المدني وبرعاية من مؤسسة صناع الخير للتنمية، شباب مصري قرر يغير الواقع في القرى والمحافظات برعاية رسمية للدولة المصرية. واجب على الحكومة وعلى الدولة بكل أطرافها إن هي تساند هذا الجهد المخلص وهذا الجهد الجاد عشان يتكامل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة. والمبادرة إلى الآن جابت معظم المحافظات وعددها حوالي 10، من المنوفية إلى الأقصر والفيوم والشرقية والبحيرة وصولاً لسوهاج. طلعوني الدور الثاني عند الدكاترة فوق وعم يكتفوني برضو وأنا قاعد موجود. احنا موجودين في سوهاج، المستشفى دار العيون بتطلع طاقم طبي كامل متكامل من كل حاجه من اول دكتور لغايه التمريض. بنكون طالعين 4 دكاتره، التمريض 6 تمريض، بنكون طالعين اخصائي بصريات، صيدليه كامله، في معانا داتا انتري عشان بنسجل عمليات لانها بتكون مجانيه، بتكون مدفوعة الأجر من قافلة صناع الخير، مؤسسة صناع الخير. المبادرة نازلة النهاردة بتعمل 3 حاجات بشكل أساسي. المرحلة الأولى بنشخص لأهالينا حالات المصابين بأمراض العيون المختلفة. الجزء النشاط الثاني اللي بنعمله النهاردة
هو تسليم الدواء للحالات اللي محتاجة أدوية من مرضى العيون، وده بيتم بالمجان تماما. اتواصلنا مع الحملة ورفعنا واقع ليهم من الحالات المحتاجة والحالات الغير القادرة، وفي بعض العمليات محتاجة زرع قرنية وزرع قوقعة وتكلفتها عالية، وهنا يعني الأمر صعب بالنسبة لهم أنهم بيعملوا عمليات دي في الخارج. رفعنا الأمر الواقع لجمعية صناع الخير بالتواصل معهم، نزلوا شافوا الواقع وفعلا نزلوا دون الميعاد على النهارده على نزل الحمله. من المخطط ان تستهدف المبادره 10 محافظات في عام 2012، وفي 2020 7 محافظات اخرى. كما انجزت المبادره مسح طبي لعدد 30,000 مواطن في 30 قريه من القرى الاكثر احتياجا، وعمليات لعدد 100,000 مواطن مجانا لغير القادرين. الحقيقة احنا النهاردة بنتكلم فيما يعرف بعلم اسمه إدارة الأزمات، أو منهج أو أسلوب، والسؤال هو موجود عندنا، ده السؤال اللي احنا بنطرحه كل ما بتحصل أزمة كبيرة والحقيقة تعجز عنها حلول الحكومة. آخرها غرق التجمع الخامس بعد السيول اللي تعرضت ليها القاهرة الجديدة. طيب الأسئلة الحقيقة كتير جدا، وأهمها من المسؤول، مسؤولية مباشرة عما حدث؟ هل هي وزارة الإسكان باعتبار أن المنطقة دي بتتبع للمجتمعات العمرانية، ولا المحليات ووزارة التنمية المحلية؟ الأزمة الحقيقة نتج عنها إعفاء مسؤولين من مناصبهم، وده يمكن تحرك مهم من الدولة في التحقيق المباشر والسريع والتدخل. بس خلي بالك كل ده بعد حدوث الأزمة. نائب العام طبعا أمر بفتح تحقيق عاجل، رئيس الرقابة الإدارية نزل، الوزير محمد عرفان نزل وعاين بنفسه على الطبيعة على أرض الواقع. والسؤال لماذا لا توجد إدارة للأزمات بشكل قبل حدوث الكارثة مش بعدها؟ وده كلام قديم وجديد، وربما يوضع في الحسبان. عشان كده النهاردة برنامج آخر النهار بيناقش هذا الملف مع ضيوفي الاعزاء. خليني ارحب بضيوفي، النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب. سياده النائب منور، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. شكرا للمشاركه. الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الناصر الزهيري، اهلا الاستاذ عبد الناصر. اهلا بك يا زميلي. اهلا بك. المهندس دكتور حسام حسن وهو خبير تقييم عقاري ومن سكان التجمع، اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بك يا فندم. طيب تعالوا نبدا مبدئيا ونطرح سؤال. انا اتكلمت في المقدمه على حاجات كتير. سياده النائب، حضرتك الاول تقييمك ايه؟ انت راجل شغلك كله على مساله الرقابه والتشريع. تعالى ناخد حته الرقابه النهارده. انتوا لما بتلاقوا في ازمه بتحصل بتضغطوا بقى على الحكومه عشان نشوف حلول وازمات، وعندكم ادواتكم وطلبات الاحاطه والاستجوابات. انت بتقيم الازمه دي ازاي؟ والله انا بقيم الازمه دي ازمه استثنائيه، ولكن الازمات الاستثنائيه او الكوارث ديت اللي بتحصل، يمكن احنا كلجنه اسكان منوط بنا طبعا مراجعه التخطيط، مراجعه المسؤول اذا كانت في مسؤوليه في التخطيط او احنا او في مسؤوليه في الاداره. وبالفعل يمكن كانت الازمه دي على كان فيها اداره ازمه بالمعنى الصحيح في مصر، من رئيس الجمهورية إلى الرقابة الإدارية لمجلس النواب لرئاسة مجلس الوزراء. ويمكن احنا شاهدنا هذا الموضوع. ولكن أنا يمكن هتكلم كلمة إن إدارة الأزمات في مصر مش مفعلة ومفيش آليات لتنفيذها. الأزمات أو إدارة الأزمات حضرتك كلنا عارفين اللي هي الاستعداد إلى ما لا قد يحدث والتنبؤ به. احنا شفنا في هذه الازمه لولا تحرك الرئيس ولولا تحرك الرقابه الاداريه ومجلس النواب ومجلس الوزراء ما حلت هذه المشكله. ما كانش في حاجه حصلت. ولكن احنا بنقول للشعب المصري كله، هذه طبعا كان جرس انذار كبير جدا للجميع، من مجلس الوزراء ولمجلس النواب، وخاصه اللجنه المنوط بها الاسكان في مصر، وهي لجنه الاسكان اللي شرفت بوكاله اسكانها. تمام. خليني ارجع لك تاني، لانه هو دايما بنقول احنا، وطبعا احنا لا نفتش في نوايا الناس،
لما دايما نقول ده جرس انذار ومش جرس انذار، زي ازمات كتيره وعديده جدا، واللي بيحدث انه يعني بكل اسف انا بقول الكلام ده وانا متضايق جدا، ان بتحصل نوع من انواع الحماس الشديد وقت حدوث الازمه، ثم يفتر كل شيء ويتراجع الاداء، ولو حصلت لا قدر الله يعني في المستقبل المنظور نرجع نكرر نفس الكلام من جديد. هكرر نفس السؤال لضيوفي، اخد اجابات مختصره كده عشان ننقل الحوار. استاذ عبد الناصر، كيف قيمت هذه الازمه؟ هي الازمه فكره غياب تنسيق بين جهات الدوله المختلفه، يعني لما يكون في مدينه جديده من المفترض ان هي تتعاملت على مخطط، والمخطط ده تم مراعاة البنية التحتية سواء صرف صحي، شبكة كهرباء، شبكة مية، يعني المفترض ان مبقاش فيه كوارث بالحجم ده يعني. فبالتالي ده بيكشف ان مفيش تنسيق بين جهات الدولة المختلفة، بيكشف عدم وجود رقابة مستمرة او متابعة لما حدث على ارض الواقع. لان لو احنا رجعنا التقرير اللي كتبه الوزير او التقرير الرقابة الإدارية عن تحديد المسؤولية، اول حاجة فيه اشار لعدم وجود تنسيق بين ثلاث وزارات. ده رقم واحد. رقم اتنين، قال ان عمليات التسليم والتسلم في محطات الصرف الصحي ما كانش عليها متابعة جيدة وكان فيها اخطاء. اذا المسؤولية كاملة، مش عايزين نتوهها مثلا نقول حادث قدري، هو في البداية يعني هو قدري، لكن القدر يكشف لك احيانا الفساد اللي موجود في الجهة اللي حدث فيها هذا لا الحادث. لا ننكر ان الاحوال الجوية والتقلبات الجو بتحدث كوارث في كل انحاء العالم. صحيح. بس الفرق الوحيد هو في مسألة إدارة الملف. صحيح، إدارة الملف. والحاجة تانية، هل أنت كدولة أو كجهة مسؤولة جاهز ولا مش جاهز لده ولا مش جاهز؟ هي دي النقطة اللي احنا المفروض نتكلم فيها. فإحنا نقول النهاردة وبكل ثقة إن احنا لم نكن جاهزين للتصدي للملف اللي هو نقول إيه قدر الله وما شاء فعل. للأسف. طيب، برضو نفس سؤالي موجه لضيفي المهندس الدكتور حسام حسن. هو حضرتك اللي حصل ان انا، هل الشبكه الانفراستراكشر الموجوده دي البنيه التحتيه تكفي المطر اللي حصل ولا تكفي التجمع نفسه؟ انا بقول لحضرتك دي بدايه، ان انا لو التجمع الساكن، التجمع الساكن فيه 40% تقريبا ما وصلش للطاقه الاستيعابيه بتاعته كلها. حضرتك كان شويه مطر، حضرتك من سكان التجمع. فحضرتك لو انا من دلوقتي وحصل شويه ميه، الميه اتسدت، يبقى مستقبلا لما التجمع يسكن ايه اللي هيحصل؟ هو ده السؤال. يعني لازم يبقى في مراجعه لمحطات الصرف وطريقه الربط. ممكن اعمل بدل محطات الرفع دي ابتدي اعمل انفاق تربط محطه الصرف فين مكانها فين، ما يبقاش في وسط السكان، في وسط مناطق سكانيه تؤدي انها مثلا الكهرباء قطعت، يعني التجمع مع المايه في نفس الوقت كارثة، ادت المايه قطعت والكهرباء قطعت، فبالتالي الترمبات وقفت. فما عادتش مساله مواسير انحدار بتنزل لوحديها، لا ده الشبكه نفسها اتملت وابتدت بيلعات المطر تطلع ميه منها. حضرتك عايز تقول ان الازمه دي كشفت عن حقيقه مهمه جدا ومؤلمه في نفس الوقت، واحنا لا نلوم حد قبل ما تظهر نتائج التحقيقات، ولازم نفهم كويس قوي انه حتى لو في متهمين فهم يعني ابرياء حتى تثبت ادانتهم. وخاصه يعني هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده من اكبر الهيئات الاحترافيه في مصر، واثبتت وجودها، بل حصل فائض عندها اكثر من 11 مليار جنيه، ويمكن عملت الاستراتيجيات الجديده بتاعت استراتيجيات خلخله المدن القديمه بمدن جديده. يعني اللي احنا بنشوفه الكلام ده من ايام الكفراء. لا حضرتك، لا الجديده انا عايز اوصل بس لحاجه باشمهندس حسام، بعد اذنك ست الناس، هل تقدر تقول وبكل ثقه ان هذه الازمه كشفت عن مشكله حقيقيه في البنيه الاساسيه والمرافق؟ أكيد في التجمع. انا بقول لحضرتك انا الطرق مثلا بالنسبه لنا فيها فرق منسوب اللي هو كبير جدا، اللي هو بيسكنوا لو جاز التعبير، مش عايز ان انا اعمم، يعني كبار وعلية القوم، اللي في ناس على مستوى كبير إذا كان وزراء وأعضاء حكومة وأساتذة جامعة وفنانين ورجال أعمال، ولا أنا غلطان؟ أكيد أكيد أكيد. أنا بقول حضرتك هي المشكلة إن أنا الطرق اللي موجودة في اختلاف منسوب كبير بينها، فبالتالي مناطق تجمع المطر معروف مكانها فين من الأول. فبالتالي أحط بلاعات صرف مطر، ما فيش أعمل بيارات صرف جنبها وجمع وارمي جوه التربة، بحيث ما يبقاش في مشكلة عندي في المناطق دي. انا 90 الجنوبي كان ماشي الميه ماشيه بانحدار فظيع. طب انا هسال سياده النائب خالد عبد العزيز وهو وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب، وبكل صراحه حضرتك كان واقع الموضوع ده، هل صدمت لما حصلت حاجه زي كده؟ هل انت دلوقتي كنائب وزملائك من نواب الشعب هتتصدوا لكشف المخطئ في هذا الموضوع، ولا الموضوع هيمشي ازاي؟
والله هو في متابعه مستمره يمكن في لجنه الاسكان وهي لجنه نمط بها هذا الموضوع، يعني حضرتك كانت في متابعه بالفعل. يعني احنا كنا لسه بنناقش من 4-5 ايام ميزانيه الصرف الصحي في مصر، وكنا بنطالب ان هي تزيد لتصل الى 10% 10 مليار جنيه، ولكن الحكومه طبعا يمكن حددت 6.2 للصرف الصحي على مستوى الجمهوريه. يعني احنا بنقول برضك عشان الموضوع شامل، احنا يا جماعه محتاجين 30 مليار جنيه لمده 10 سنوات لانتهاء من الصرف الصحي على مستوى الجمهوريه. اول حضرتك لازم خطه فحضرتك الصرف الصحي حضرتك، وبنقول الشعب المصري المستشفى اللي بتعمل في الصعيد مستشفى السرطان دي، ان احنا كنا قدرنا نوفر هذه المصاريف. احنا قعدنا حضرتك 100 سنه لا يغطي الصرف الصحي الا 13% من مصر. احنا خلال 4 سنين الفائته قدرنا انها نصل الى 39% من الصرف الصحي يغطي. انا بتكلم مدن جديده متخططه، المدن الجديده حضرتك لاول مره، عشان برضك في ناس تعرف ان الشركه القابضه كانت تتولى الاشراف وتنفيذ الاعمال في الصرف الصحي في جميع المدن الجديده، ولكن هذا العام تم قرار من مجلس الوزراء ان تتولى هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده تنفيذ مشاريع الصرف المياه والصرف الصحي على مستوى المدن الجديده، وده كان شيء في اسبقيه لهذه الاحداث. وهذا العام ده فعلا القرار يعني كانت الدكتور مصطفى مدبولي هو دكتور تخطيط وراجل محترم جدا قال أكيد. احنا نشيل على عائل الدوله ونوجه هذه او اموال الصرف الصحي للمناطق الشعبيه اللي زي دار السلام عندنا وفي الصعيد وفي وجه بحري، ولكن هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده تحملت المسؤوليه وقالت مسؤوليتي هي مسؤوليه الصرف الصحي والمياه خاصه بيا في مدن الجديده على مستوى الجمهوريه. احنا عارفين مدن هل الجديده أنا انتظر زي القاهره الجديده تحملت المسؤوليه، ده لسه متحمل المسؤوليه مفيش 4 شهور على فكره، بس في مسؤوليتها بقى في اللي حصل. المسؤوليه مسؤوليه التخطيط ولا مسؤوليه الاداره دلوقتي؟ اما هيئه الرقابه الاداريه نزلت ما نزلتش على التخطيط بالمدن، لا ده نزلت على سبب مشكله وراحت للكهرباء عشان الناس تعرف ازاي اتقطعت الكهرباء، ازاي محطات الرفع المياه التي وصلت ملايين الأمطار إن هي غطت وكانت مجرى هذه إلى مناطق التحويلات بتاعة الكهرباء وهي اللي قفلت. المشكلة مش مشكلة تخطيط مدينة القاهرة الجديدة، ولكن المشكلة كلها اطلعت على تقرير الرقابة الإدارية؟ طبعا. طب إيه رأيك في ما يقال أو ما ورد في هذا التقرير بان في اخطاء في اجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بالزبط. من جهاز المدينه وشركه الصرف الصحي بالقاهره بالمخالفه، الامر الذي شكل جريمه جنائيه تضر بالمال العام وتستدعي المساءله القانونيه، ايه الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه هو في عده عوامل فساد. طبعا طبعا. واحنا على فكره هو إيه؟ الفساد يعني هي يمكن الاخر مصري 100 سنه هو الفساد. بالنسبه لهذا التسلم الاستلام والتسلم بالنسبه للطرق والصرف الصحي شابوا الكثير من الفساد في الفتره السابقه، ولكن لابد كان لابد حضرتك من اعاده دخل ايه دخل يا سياده النائب بقى مستشفى السرطان؟ هقول لك ليه دخلها ايه بقى؟ هقول لك دخلها ايه. ان احنا حضرتك ال 100 جنيه اللي احنا بنصرفها على الصرف الصحي على مستوى الجمهوريه بتوفر في الصحه في وزاره الصحه، لان احنا الاسباب الامراض كلها جايه برضك من الصرف الصحي. احنا دخلنا في موضوع اشمل شويه، لا لا ولكن انا مش موضوع القاهره الجديده. بلاش ناخد يعني اعذرني بلاش كبش الفدا، يعني يا ريتهم ما عملوا مستشفى السرطان عشان نصرف على الصرف الصحي. لا 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 مش على كده، بس ده مستشفى السرطان معموله حضرتك بالجهود الذاتيه. ايوه المجهود ومعظم المستشفيات معموله بجزء. انا ما بتكلمش على كده، انا بقول لابد ان احنا انا يمكن نظرتي شامله شويه عن الموضوع كله في مصر، مش العصر مش القاهره الجديده يا جماعه. ده احنا يعني ما فات والمستقبل، مستقبل في العاصمه الاداريه الجديده. احنا لابد ان احنا يمكن ده كان جرس انذار لايجاد شبكه قويه من الصرف الصحي في العاصمه الاداريه الجديده وفي مدينه العالمين الجديده. جرس انذار بتدق كتير ولا نتعلم الدروس المستفاده؟ هو ده مشكلتي. تم التعامل على اكمل وجه في هذه المشكله، وكانت على فكره المشكله دي فتحت ابواب كتيره جدا كانت غايبه عننا. خد بقى طالما على اكمل وجه، خد برضو من تقرير الرقابه الاداريه سمعني؟ تمام. انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة وعدم كفاية
مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة. لا أنا بتكلم على إدارة الأزمة وليس سبب الأزمة. أنا إدارة الأزمة لازم نحل عشان أستاذ عبد الناصر. بص أقول لحضرتك حاجة، يعني سيادة النائب والدكتور حسام لما اتكلموا في أرقام ظهرت يعني تكشف لنا إحنا رايحين لفين بالظبط، أو إيه السر في اللي بيحصل ده كله. كويس. وده بيأكد كلامك إن إحنا ما عندناش إدارة أزمة، وغياب التنسيق بين ثلاث جهات رسمية في الدولة ومحافظة، يعني أربع جهات رسمية. لما يبقى الفائض عندي في هيئة المجتمعات العمرانية 11 مليار جنيه، زي ما سيادة النائب بيقول إن هي من أقوى المؤسسات اللي عملت فائض في عام مثلا. طيب ونيجي نقول إن إحنا مثلا محتاجين عشان نعالج مشكلة الصرف الصحي عندنا محتاجين 30 مليار جنيه، صح كده؟ طيب ولما انت بتطالب بزياده ميزانيه الصرف 10 مليار جنيه فالحكومه تصرف لك 6 بس، الله طب الفائض ده بيروح فين؟ ما انا اقدر من الفائض ده اوفر واحل بيه مشكله. الحاجه الثانيه رئيس هيئه الصرف الصحي المهندس منصور بدوي هو بنفسه قال في تصريحات النهارده جلاله الاهرام، قال لك انا من سنتين محاذره من الكارثه دي، قلت ان الشبكه الضغط اللي عليها فوق طاقتها ب 75%. المهندس بيقول لك ان انا الباشمهندس حسام بيقول لك انا عندي 40% النهارده اللي عايشين في التجمع، والضغط اكبر من حجم الشبكه او من طاقه الشبكه ب 75%. اذا لما يبقى عندي 100% نسبه اشغال يبقى الضغط ده هيزيد لقد ايه؟ هو ده الغياب التنسيق اللي اقرته الرقابه الاداريه في تقريرها. احنا عايزين نوصل لحاجه ان احنا يبقى عندنا مشكله او نيجي بنعمل حاجه مشروع. انا كنت قاعد مع صديق النهارده بيتكلم عن فكره انشاء المدن والتخطيط، بيقول لي بره لما بيجي يشتغلوا في حاجه بيجمعوا استشاريين من مجموعه دول، مثلا في اوروبا بيبقوا استشاريين من 5 دول موجودين عشان يقرروا المشروع نبدا منين وننتهي لفين، بيبدا من الصفر. احنا هنا لما بنيجي نبني كومباوندز مثلا بنعمل هيكل خرساني وما بنعملش بنيه تحتيه، بنبيع على الهيكل وبنجمع فلوس وفي الاخر خالص بندور نحل مشكله المرافق هتخش ازاي، سواء ميه كهرباء تليفونات كل ده بيحصل في طمع برضه. وفي طمع برضه. ما فيش تنسيق ايدي على حاجه لو تساعدوني. مشكله مصر على فكره، يعني مشكلتنا احنا عدم التنسيق حتى في اقرب الحاجه في ما بين الاحياء وما بين المحافظات وما بين الوزارات نفسها، وده يمكن القفه الكبيره قوي اللي يمكن بترجعنا ورا، ويمكن هي اسباب اكبر المشكله. البطء في اتخاذ القرارات من اكبر مشاكلنا، عدم التنسيق ما بين الوزارات وبعضها. ما تزعلش مني حضرتك عامل زي الدكتور اللي بتشخص الحاله. ما احنا شخصناها بقالنا عشرات السنين. عايزين بقى نواب البرلمان يقعدوا بقى مع الحكومه بقى يقولوا لها يا حكومه تعالي، مش انت احنا متعينه في الدوله عشان تعملي واحد واثنين وثلاثه واربعه، مش دي وظيفتك. هو ده اللي على فكره. انت حضرتك مش حاسس ان الدنيا بتتغير؟ احنا بنبني دولة جديدة للوقت وفي تراكمات كبيرة جدا. انا حاسس بكل حاجة. لا في تراكمات. الناس غرقانة في بيوتها. لا بص حضرتك. مش هحس بحاجة. احس مش قلبي. لا انا كنائب مش هبص على القرارات الجديدة بس اقول لا انا عاوز اجيب المشكلة من اساسها. ما احنا دلوقتي في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللي بتمر بيها مصر قدرنا ان احنا نوفر مليارات للصرف الصحي على مستوى الجمهورية. بص على الصورة. يا فندم مش القاهرة الجديدة. احنا عاوزين اما نيجي نحل ايريك العالي كده بقى الطريق ده. هل الصورة دي عرضت تحت قبة البرلمان؟ طبعا. وبعدين اقول لحضرتك حاجة، نص البرلمان ساكن في العاصمة في القاهرة الجديدة يا فندم. هو مش لازم يكون ساكن. لا يعني انا بقول لك اصل احنا مش بعيد عن اصل في ناس بتقول انتوا بعيد عن الموضوع. لا اللي معاه بيت واللي معاه اخ ساكن هناك واللي معاه والد ساكن هناك. يا جماعه احنا مش بعيد ولا ساكنين في برج عادي. خليني ارجع لك بعد شويه. وانا متاكد ولا اشكك في وطنيه اي حد فيكم ولا في وطنيه كل الناس ولا في حبهم لهذا البلد. والمشكله انه يعني بعد الكلام الحلو وبعد الشعارات هنعمل ايه بقى عشان نخليها فعلا بلد كويسه؟ هو ده السؤال اللي هطرحه على ضيوفي بعد الفاصل. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. بنتكلم النهارده عن القصور في ما يعرف بإدارة الأزمة بعد حدوث كارثة أو ظروف أحوال جوية غير متوقعة ومتقلبة جدا زي الموضوع اللي حصل مؤخرا، ويعني التحول اللي حصل في حي التجمع الخامس تحديدا يعني، والطريق الدائري لبركة مياه طويلة عريضة. طبعا هرجع لضيوفي في الاستوديو، بس خلينا بسرعة نتعرف على طبيعة الأزمة اللي حصلت من خلال يعني بعض سكان التجمع ومعاهم مراسلنا تامر مجدي. مساء الخير يا تامر، اوصفوا لنا كده ايه المعاناة اللي بيعانيها سكان المنطقة نتيجة اللي حصل.
مساء الخير عليك استاذ معتز ومساء الخير على ضيوفك. احنا موجودين بالفعل في شارع 90 في التجمع الخامس. خليني بس سريعا اوصف لك الحاله الجويه اللي موجوده. يعني لو الكاميرا جابت خلفي كان في بعض الغيوم البسيطه في هذا الشارع، يعني في اتربه لحد ما بسيطه، البعض متخاف ان تكون العاصفه يعني تاتي في اي لحظه، لكن اختفاء تام تقريبا في عدد كبير من المولات. احنا لفينا على عدد كبير من شوارع التجمع الخامس، الناس للاسف مش موجوده في الشارع كله الان بسبب هذه العاصفه. خلينا بقى انتقل لضيوفي اللي موجودين اللي من سكان التجمع اللي 10 منهم العاصفه اللي حصلت خلال الثلاث ايام اللي فاتت، ويقولوا لنا على مدى سعادتهم الايام اللي جايه دي. يقول لي انت عملت ايه في المطر اللي حصل خلال الايام اللي فاتت دول، وعانيت ازاي بسبب المشكله دي؟ والله موضوع المطر اللي فاتت اللي كانت الفتره اللي فاتت دي كانت كان موضوع صعب قوي هنا يعني، فكانت الحركه مشلوله بكل الطرق. ف حسيت بمعاناه بازمه؟ طبعا. الجراج كله كان طبعا كان ميه، والكل العربيه كانت موجوده كانت باظت. طب بتستعدي بقى ازاي العاصفه اللي جايه دي والتحذيرات رغم التحذيرات الكتيره اللي حصلت دي؟ يعني عملت حاجه معينه في البيت؟ استعدت لا باي شيء؟ معاك ارقام الطوارئ؟ ما اتكلمنا الطوارئ بس مفيش حد ينفذ في اي حاجه. لا واللي جاي؟ لا من اللي جاي بقى لسه مش عارفين اصلا ايه اللي هيحصل فيه، دي حاجه عند ربنا. الحمد لله. قول لي انا عارف حاجه برضه من سكان التجمع، قول لي عملت ايه الايام اللي فاتت في المعاناه اللي حصلت بسبب الامطار وغرق معظم شوارع التجمع الخامس؟ هو بص اللي حصل في العاصفه اللي فاتت التحرك كان صعب، المعاناه كانت كلها في صعوبه التحرك او نزوم البيت عامه. طبعا المشكله كانت في نظام الصرف الصحي عامه في التجمع، لان شارع 90 ده كان تقريبا مشلول الدائري يعني زيه بالظبط، فالتحرك كان صعب جدا يعني. فالمشكله كلها كانت في نظام الصرف الصحي الخاص بالتجمع الخامس، واتمنى انها تتحل. قول لي بقى الفترة اللي جاية، يعني المفروض منتظر من الليل النهاردة لغاية بعد بكرة يكون في عاصفة تحمل أتربة وأمطار، ممكن أنتوا كسكان التجمع تستعدوا إزاي برضه؟ هو عامة برضه التحرك هيبقى صعب يعني، بس الطوارئ يعني أرفع حالة الطوارئ بقى، النزول هيبقى صعب، تقفيل البيوت كويس، لأن طبعًا الناس اللي عندهم التهاب رئوي الأطفال فهيسبب لهم مشكلة كبيرة. قول لي بقى انت كنت بتقول ان انت محضر يعني حاجات كتير علشان تستعد للعاصفه اللي جايه، وحطيت حاجات في بيتك واستعديت استعداد قوي كده، قول لي بقى. انا كل اللي عامله هبعد عربيه عن ميدان النور. بس كده. دي اهم حاجه. اهم حاجه. بس عشان انت قلقان من الميه. عندكم عملت مشكله برضو كبيره. بالظبط. وقفل الطرق في طرق في كل طرق المؤديه للتجمع، وكانت عامله ازمه يعني. شكرا جزيلا. شكرا. استاذ معتز برضه في نهايه هذا الشارع في عدد من عربات الاغاثه الخاصه بشفط المياه، وايضا عربات اسعاف متواجده في عدد من الميادين اللي لقيناها، ولما سالنا قالوا لنا هي مستعده لاي حالات من حالات الطوارئ اللي قد تحدث في منطقه التجمع الخامس. دي كانت جولتنا في التجمع الخامس نعرف تفاصيل هذا الطقس، وزي ما انت شايف معايا بدا بالفعل الهواء بيشتد بعض الشيء في المكان اللي احنا متواجدين فيه. ده كل اللي عندنا، وعوده الى اليك مره اخرى في الاستوديو لضيوفك الكرام. شكرا مراسلنا تامر مجدي من منطقة التجمع، ربنا يستر على موضوع الأحوال الجوية. يعني لفت نظري ان المواطن المصري اللي بيعاني هو بيبتسم، فدي حاجة بصراحة بتلفت نظري جدا. اروح للدكتور حسام حسن. عايز اسأل حضرتك سؤال يعني فيما يتعلق بالحلول للأزمة. انا عارف ان حضرتك بتقولي ان التجمع، على فكرة انا بس عايز اقول ان الموضوع مش موضوع التجمع، احنا بنتكلم عن التجمع كنموذج لمسألة ممكن تحدث في أي حي في الدنيا، يعني ممكن تحصل في الجيزة، في القاهرة، في أسوان، في البحيرة، في راس غارب. طبعا راس غارب دي موضوع شهير جدا يعني. بتقولي 40% هو نسبة الإشغال دلوقتي، طب ما بالك لما يبقى في نسبة أكبر من كده أو توصل ل100% مع البنية التحتية دي هيحصل إيه؟ إحنا بنتكلم على حلول يعني بعيده المدى ولا لازم في قصيره المدى ادعم الشبكه دي الاول. تاني حاجه مش عايز اوصل زي القاهره القديمه ان انا اوصل ان المجاري دي تطفح في وسط المنطقه دي. انا من الاول ادي حل ان انا في مستقبلا هبتدي اوجه الصرف ده، احط بدل ما انا عامل محطات دي ابتدي اعمل انفاق، ابتدي اوصل بدل حكايه الكهرباء انا مرتبطه بالكهرباء اعمل انفاق المناطق. انا معظم التجمع الخامس في ارتفاعات وانخفاضات كبيره جدا في الطرق وسيبها بنفس الارتفاعات دي، فلازم اعمل بلعات صرف مطر في الاماكن اللي انا متوقعها واعملها بكثافه معينه. لو مفيش صرف في المناطق دي ابتدي اعمل بيارات صرف جانبيه اصرف المنطقه دي، يبقى انا عارف في بياره صرف جانبيه بتلم بلعه صرف المطر. طبعا كل السيستم اللي موجود في التجمع مش عامل صرف مطر منفصل، انا عامل شبكه واحده شبكه مجاري فقط وبعمل بلعات صرف المطر برمي على شبكه المجاري.
فالشبكة دي هل هتحتوي الكلام ده مستقبلا ولا لأ؟ يعني حضرتك بتقترح ان يبقى في مشروع تكميلي يبقى مستقبلا اخطط مستقبليا للتجمع لنفق البنية التحتية اللي معمول ده اساسي كده لازم. طيب عشان ما طيب استاذ عبد الناصر هو ليه الموضوع ما اتعملش من الاول ووفرنا على نفسنا كل هذا؟ يعني على حد معلوماتي او يعني اللي قيل خلال حدوث الازمه ان الشبكه بقى لها 20 سنه فكان لازم تطوير زي ما بيقول الدكتور حسام. طب سياده النائب خالد عبد العزيز قال ان احنا عايزين 33 مليار جنيه عشان نطور شبكه الصرف الصحي. طب ما انا اقدر اوفر الاموال دي، عندي اموال الصناديق الخاصه اللي محدش عارف يقرب منها ولا حد عارف يفتحها ولا يشوف فيها ايه، نقدر ناخد منها جزء ونحل المشكله. عندنا فائض بعض الجهات زي ما قال نهايه المجتمعات العمرانيه عامله فائض 11 مليار جنيه نقدر نوجه ده للصرف الصحي. عندنا تمويل من البنوك الوطنيه الكبرى، ايه المشكله ان البنوك الوطنيه زي بنك الاهلي بنك مصر كل البنوك الوطنيه الكبيره دي تقدر تساهم وتحل المشكله. عندنا المطور العقاري نفسه ليه ما يستثمرش في الصرف الصحي؟ ليه ما نجذبش استثمارات اجنبيه تشتغل في مجال الصرف الصحي؟ واعتقد ان ده في استثمار كبير قوي لان انت بتعمل عمليه اعاده تدوير للمخلفات، اعاده تدوير للميه لميه الصرف بتوجهها لبعض الزراعات والغابات والاشجار والكلام ده. يعني عندك ثروه. يعني اذا من وجهه نظرك المساله غير متعلقه بتوفير موارد لدعم هذا؟ لا احنا عندنا استاذ معتز عندنا حاجات كتير، عندنا موارد كتير قوي. لا عندنا طب يعني سياده النائب هي فكره بس انت ازاي تعمل ده؟ ايه المشكله؟ وفي حلول كمان يعني من مجلس النواب كنا بنعمل قانون اسمه تهيئه الصرف الصحي او قانون تهيئه الصرف الصحي زي ما حضرتك قلت كده لادخال القطاع الخاص في هذا القطاع. يعني حضرتك مثلا في الكامباوند اللي هو ناس أغنية جدا، في مثلا مدن السياحيه اللي على البحار المصريه سواء البحر المتوسط والبحر الاحمر، بالفعل احنا بنعمل قانون اللي اسمه تهيئه الصرف الصحي لادخال القطاع الخاص، لان الدوله احنا انا قلت يمكن محتاجه 30 مليار جنيه لمده 10 سنين من انتهاء من مشكله الصرف الصحي الذي يتسبب في امراض وكانت كتير في رؤيه الخصخصه الخدمات او البنيه التحتيه. وبعدين احنا كل دوت على فكره هي مش موضوع ان احنا عشان الناس ما تفتكرش ده خصخصه، لا هو في جهات قطع او اماكن معينه في مصر سوف يتم التعامل في هذا القانون. بالظبط كده. طيب. لكن احنا ما عندناش يعني يمكن في بطء في اتخاذ القرارات ويمكن مجلس النواب ولجنه الاسكان خاصه طبعا بتنتهي من هذا القانون لادخال القطاع الخاص لموضوع الصرف الصحي او مصارف الامطار. على فكره دي بتحتاج الى مئات المليارات. في سؤال لفت نظري احنا بنتكلم على اداره الازمه. انا ملاحظ انه ايه يعني بعد المشكله ما بتحصل مباشره في ناس بتعفى من مناصبها. عندي برضو معلومه ان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على استقاله المهندس حسام الجمل رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء. الى اي مدى استاذ عبد الناصر يعني هو المساله في ان في شخص يحمل هذه المسؤوليه كلها ولا ايه؟ لا هي ما هي 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 داخله في اطار المسؤوليه. انت يعني بالفرض رئيس الحكومه هو المسؤول عن اداره او الجهاز التنفيذي وفي خطا حدث. طيب رئيس الحكومه لما بيحقق في الخطا ده وبيكتشف ان الوزير الفلاني هو اللي مخطئ لابد ان يعاقبه، لان ده في حد ذاته واحد بيهدد الراي العام، رقم اثنين بيديك انطباع انت كمواطن ان اللي بيغلط بيتحاسب. طب النهارده مجلس النواب هل هو اخطا؟ هو ده السؤال. معلش اصل خطأ متراكم. اقول لحضرتك ليه تقرير الهيئة الرقابة الإدارية اظن ان الهيئة دي مشهود لها بالكفاءة وبالاحترام ومش هتنزل تجامل حد على حساب حد، صح ولا لا؟ لا هي لما بحثت وتقصت وتحرت عن الواقعة او الاحداث اللي حصلت في خلال الفترة دي لقت ان في اشخاص مسؤولين بالفعل وفي اخطاء تصل الى حد الاضرار بالمال العام لارتكاب جريمة، فبالتالي انت لازم تحاسب المسؤول. كون ان يبقى في شخص واحد هو كبش الفداء ده مرفوض، لكن تعال نقول هل الناس دي فعلا متورطه او اخطات او ارتكبت خطا يعني يستحق الاطاحه من المنصب او اقالتهم او قبول استقالتهم مثلا او نقلهم لمكان تاني؟ طبيعي. ليه؟ لان احنا لما نثق في الجهه اللي بتحقق او اللجنه اللي بتتقصى الحقيقه يبقى هنوصل ان احنا فعلا هل الراجل ده اخطا او ما اخطاش. بس هيئه الرقابه الاداريه ده رادع قوي جدا. اكيد طبعا حضرتك. معلش يعني يمكن انا طلبت في طلب الاحاطه بتاعي ان لابد من حسابه المسؤولين الموجودين والمسؤولين السابقين حتى يكون رادع المسؤول اللي جاي بعد كده في نفس المكان. يا جماعه المحاسبه دي لابد ان المحاسبه، احنا في دوله دلوقتي. بس يعني بالمناسبه بس علشان ما نخلطش الاوراق ببعضيها، الراجل اللي هو المهندس حسام الجمل ملوش علاقه بمساله
استلام مشروع ولا شيء من هذا القبيل. ده راجل رئيس مجلس الوزراء، وربما جاءت الاستقالة على خلفية انه عمل تصريح غير موفق او قال أظن ان الأزمة الأخيرة للأمطار كان يمكن التعامل معها بشكل أفضل، أظن حاجة زي كده. أستاذ معتز، ويمكن في حاجة برضك في جهة مجلس الوزراء اللي هي كان في مركز دعم واتخاذ القرار، تمام؟ أنا دلوقتي أنا غياب التنسيق بين ثلاث جهات ليه؟ أنا أي مشروع النهاردة بعمله لازما بنسق بين الجهات المعنية كلها. لما يبقى غايب التنسيق عندي يبقى لازم يبقى في مسؤول هنا عن الغياب التنسيق ده. لما يبقى القرار رقم واحد او الملاحظه رقم واحد غياب التنسيق، اذا انا عندي هنا مسؤول. مين المسؤول اللي بيوفق بين اما بنيجي نعمل اي مشروع بيتعمل مثلا بقى في حفر في شارع، بيروح حاجه اسمها مركز المعلومات بيجيب ازاي امشي هنا في شبكه صرف صحي، في شبكه كهرباء، في شبكه ميه. لو انا غابت عندي المعلومه اذا هقع في خطا، تمام؟ يجوز ما يكونش مرتبط بالواقعة نفسها، لكن هل التصريحات اللي صدرت منه عن اللي حدث في الموضوع ده كان سبب؟ يجاز يكون سبب. سيادة النائب، بس أقول لحضرتك حاجة، يعني إحنا برضك يعني شهادة لوجه الله، أولا إحنا ينقصنا تحديد المسؤوليات والاختصاصات ما بين الوزارات وبعضها. إحنا حضرتك دلوقتي كل مسؤول بيبقى إيده مرتعشة. في حاجة أنا بقول لمعالي الرئيس لسه لغاية دلوقتي أنا بقول لمعالي الرئيس أما لسه يا فندم لسه يا فندم إحنا دخلنا عصر جديد، ولكن عصر القديم ده مش هينتهي في يوم وليلة. لابد إن يكون في مجلس نواب قوي يقدر يحاسب ويراقب. إحنا حضرتك دلوقتي بنقول لابد، أنا بقول لمعالي رئيس الوزراء لابد إن تعطي لكل واحد سلطات قوية في وزارته. احنا الوزير مش موظف، الوزير لابد ان يكون عنده فكر واليات وباك جراوند قوي جدا على وزارته نفسها. انا بقول يمكن لو في تشكيل وزاري جديد يا جماعه لو سمحتوا هاتوا لنا الناس اللي عندهم حلم، اللي عندهم حلم في مصر، عندهم حلم في التعليم، عندهم حلم في الصناعه، عندهم حلم في الاسكان، عندهم حلم في جميع الوزارات. احنا واديله السلطات. انا بقول لمعالي رئيس الوزراء من هذا البرنامج المحترم، عاوزين الوزراء يبقى ليهم يد في اتخاذ القرارات علشان يبقوا مسؤولين، والمحافظين طبعا واللا مركزيه لابد ان يتطور. احنا ما عندناش تنسيق قرار. يعني انا احنا ما عندناش الى الان برضك داتا، ويمكن ما يعني احنا ما عندناش بيانات قويه بالنسبه لمشاكلنا. عشان كده يمكن بعض الوزارات اللي نجحت عندها داتا، عندها احتياجات وعندها التزامات وعندها واجبات هي المطلوب. اما الوزارات التي لم تاخذ باليات او تستخدم الداتا الموجوده على فكره يمكن كلها فاشله. احنا بنقول لمعالي رئيس الوزراء ادي سلطات للوزير لو سمحت. من ضمن الامور المهمه جدا اللي جت في تقرير الرقابه الاداريه الحقيقه بيقول لك ان ترجع المسؤوليه عن ذلك لرئيس جهاز المدينه ورئيس شركة الصرف الصحي القاهرة الكبرى واللجنة المسؤولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز المدينة ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري. يعني الحقيقة التقرير محدد تحديد مباشر جدا المسؤولية تقع على عاتق مين، وبقي أن نطرح السؤال الدولة هتعمل إيه علشان إذا كان الكارثة أو إذا كان المشكلة اللي حصلت دي حصلت ورميناها ورا ظهرنا وطوينا الصفحه، مستقبلا هنعمل ايه؟ عندك اجابه يا دكتور؟ والمفروض دلوقتي حاليا يبقى المفروض في اداره ازمه زي ما حضرتك بتقول في الداتا نفسها دي تبقى معروفه. انا دلوقتي عندي مشكله في التجمع، عندي مشكله في مناطق معينه، ابقى عارف الحاجات دي. وده هو الدوله ادت سلطه لجهاز المدينه على المحطات دي حاليا لان في عربيات نسح المياه والكلام ده كله كانت تبع الصرف الصحي. يعني فجهاز حصل يعني تداخل، يعني جهاز المدينه النهارده هو المسؤول، هو المسؤول عن المحطات دي. ده كلام لسه قاريه النهارده استاذ عبد الناصر. انا كان يعني كان ليا مقترح يمكن قلته قبل كده كتبته في مقال، قلت ان الرئيس ما بيشتغلش لوحده، لازم يكون في مجموعه معاونين. فايه المانع يبقى عندنا فريق يعاون الرئيس ويتابع ما يحدث في كل مصر على ارض الواقع؟ يعني النهارده عندي مدن جديده وعندي عاصمه اداريه وعندي مشروعات صرف الصحي وعندي بنيه تحتيه وعندي شبكه طرق. هل الوزارات المعنيه بتتابع كل ده؟ طيب لو انا عايز اضمن ان الوزارات ما بقاش فيها قصور وما فيش فيه اهمال، ايه اللي يضمن ان انا اراقب عليهم مراقبه شديده
بعيد عن مجلس النواب يبقى عندي لجنة من رئاسة الجمهورية أو فريق يعاون الرئيس يتابع كل المشروعات القومية. ما هي الرقابة الإدارية ده جهاز يعمل بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية؟ الجهاز يراقب الجهاز الإداري، الهيئة الرقابة بتراقب الجهاز الإداري للدولة. أنا بتكلم على فكرة إن أنت عندك النهاردة مشروعات، يعني الرقابة الإدارية مش هتنزل تراقب عمل في 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 كوبري مثلا أو في رصف طريق أو في شق مجرى مائي مثلا جديد. لا ده شغل بقى فني. لكن لو أنا بتكلم عن بقول إن لازم يبقى في فريق رئاسي يعاون الرئيس في مراقبة كل المشروعات القومية، أنت داخل على مرحلة بناء دولة زي ما قال سيادة النائب، فبالتالي هذا البناء يحتاج لمتابعة. ليه؟ لأن أنت النهاردة لما بتشتغل ما كانش إحنا عندنا مشكلة إن إحنا ما كانش حد واقف على دماغنا وبيراقبنا، مش بنشتغل صح، دي مشكلة. ده كلام بس، ده كلام، دي مشكلة. سيادة النائب أخد كلمة أخيرة منك في ضوء كل اللي اتقال، ماذا سيفعل نواب الشعب لكي نصل لإيجاد ثقافة إدارة الأزمة في المستقبل؟ حضرتك طبعا اصدار القرار سهل ولكن المتابعه هي اللي اصعب، ولكن احنا كدورنا كجهه رقابيه اولى في مصر ان احنا طبعا متابعين جيدين على فكره جميع المشروعات قبل ما تتعمل. يمكن معظم اي برزنتيشن تحط لاي مدينه جديده عرض على لجنه الاسكان واحنا اقرناه، ولكن هتظهر اخطاء ولابد ان كل خطا يظهر يكون ليه علاج مدى المدى القريب والمدى البعيد، واحنا لابد ان ما فيش حد هينجح لوحده، لا مجلس النواب انا بقول للعالم كله مش هينجح لوحده، ولا مجلس الوزراء هينجح لوحده، ولا رئاسه الجمهوريه، ولا اي حد هينجح لوحده. احنا لابد ان احنا نكون في ترابط ومفيش تشكيك ما بيننا. تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة دون مجاملات، ده شيء أساسي. ويمكن دي آليات الدولة الجديدة إن شاء الله. شكرا للنائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مشاركة النهاردة. ألف شكر. شكرا. وشكرا للكاتب الصحفي الأستاذ عبد الناصر الزهيري. شكرا أستاذ عبد الناصر. أنا بشكرك. ألف شكر. شكرا. وطبعا ألف شكر للمهندس الدكتور حسام حسن وهو من سكان التجمع وخبير في التقييم العقاري. شكرين يا دكتور. ألف شكر. وشكرا لمتابعتكم هذه الفقرة في برنامج آخر النهار. أنا دلوقتي خلاص يعني هسيب البرنامج، بس الإعلامية دعاء فاروق متواصلة دلوقتي تعمل فقرة وهتستضيف الدكتورة طهرة الهيطة أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بالقصر العيني، فخليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة.